أعمال فنية تشكيلية ونحتية منوعة شارك فيها عدد من فناني المحافظة، ضمها المعرض الفني الجماعي الذي أقامته مديرية الثقافة وجمعية صفصاف الخابور الثقافية والمكتب الفرعي لاتحاد الفنانين التشكيليين في قاعة المركز الثقافي العربي بمدينة الحسكة. نحن في الحقيقة في هذه التجربة كنا أمام طيف منوع ومتنوع غني بالتجارب الذاتية والفردية، من خلاله تلاقت مواهب شابة واستطاعت أن تعبر عن ذاتها من خلال اللون الذي تفاعل معه الجمهور كموضوع وكلون. مدير الثقافة بيّن أن المعرض عمل تشاركي جماعي يعكس سعي المديرية الدائمة بالتعاون مع شركاء الثقافة لجمع الفنانين من مختلف مناطق المحافظة. نسعى بجمع هؤلاء الفنانين من كل مناطق الحسكة لإقامة نشاط، وبالأساس هو إعلان لبعض الأسماء الجديدة ليواكبوا عصر هذه المعارض وينطلقوا في سوق العمل التشكيلي. المشاركون أكدوا أن هدف المعرض هو إغناء المحتوى وفي الوقت ذاته توفير فرصة لقاء الجمهور. نشاط ممتاز، نشاط أكد على حضور الفنانين الدائم ضمن الظروف الصعبة، وتواجدنا إن شاء الله يكون دائما نقدم الحالة الجمالية الحالة الفنية للمجتمع يعني. فكانت مشاركاتي عبارة عن التقاء مع الفنانين، عبارة عن أني أستقي منهم معلومات ونتبادل إن شاء الله خبراتنا. سوريا بدها تنهض من جديد وتوقف بقوة وبعزم بسبب وجود فنانينا، بسبب وجود شعبنا الطيب. مدارس فنية متنوعة كالواقعية والتجريدية والسريالية برزت في أعمال الفنانين المشاركين، إضافة لعدد من المجسمات النحتية الخشبية والحجرية ذات المواضيع المختلفة. أحمد الحمدوش للإخبارية السورية، الحسكة.